السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كستات كسو قنتيم ما كسو دواد موقالك كان إيا فرين تان دقدقة إيا أغيسيسك موقالك كان وحان ربعين وغفا إيا قارهان قد يد قوني أه وغصو نغنغوتي وغصو نغنغوتي سنة بضن يعني ديهن ببلوين بضن سنة قاروي قاريان يعني سنة يعني على كل حال وارين صور نغنغوتي ولا لها هلك كان إيا حران يميلها كلب يوتيوب هذا بمعنى على داس سوشيال ميديا قارهان يوتيوب كسي قارهان شانل كان نبرة كيسن إلى هاي النف يقويس ينف تنا دمام بإلى هاي كوبت بعدية بعد شن دات كي جلس صعدة إم بدن أقومي تدا مركان آخر وقت هذا أنا وهلا وحنارك يا ولا بدن يسوي دين يان سؤال بان قبا إيه مهمة قصة أنا جاي كنت أحضر أما أرين أنا جاي خاصة أو قلت هيا جنب ربعين الطريق جسيس أما أو حكاوي ويديو فافعين جسيس أنت كجرانيس أما مد ديني يلا جاي يابا أنت هتجرانيس أما حول كلا أو برشدة كسابسا أما حتى مهد علم بق أنت إتعجرته يعني مهد علني ملك سجوا جنب مهد علن وهي ما هذا علني يتوس أنا يعني هادنا ده وشيت كي برامج ده هنا ده يسوي ما هذا علي سيد كلي ربي قال وما هذا علي نفس هذا نعقص قدر كذا يعني الله هسون وافتشي يعني إنه برامج سوق قد بنا أدي ونات كفاية دي سيد السجع ما هاد لما يستر المروة البمضان إلى هيكاس جل جلاله وعظمه سلطانه لكن ده مر كان إنه وما هاد صنت هاي قصوين كذا ويعني كهيستا أما هذي على كورن يعني غرين قضاب الدين وكفى إيدي أما الدين تيبان تعلادي يعني وحيالها إسوء قارية كمي دهي سيدة بانولي بكميتة قارم كواركي يعني سيدة أفضو الدهي أدوغ الشيكيني سيد دينة إسلام أما أريما دقن كدنا عدو مركاد وهي اللي نسيد أما حقو ده تلمامي سيد أنا وما هي اللي ومانا تلمامي إلهي باو تلمامي ونا هي اللي لكن لغي يابا إني نغا قرصوني أما نفهن سنين تسوق قد بي أرنتا شغن واتشيران ودي أنا وقو مخري سبحانك يا رب هذا هو حيالة النوعاس ويكمي ديهن إن يعني وحيالها تلوين كحق الدين تتصالة وكلا دعوين كسو قد بيو آيادها سو قد بيو وحتر كلا داد بدن إلهي كو أنفعي وحنا وقو تري دعوين ك إلهي ومد بدن كو شافي قلبي كو شافي كيرك كو شافي نروش ودو يفتيمي مقدقة وكساري قويسيس قرك وصارنا يني بربران إلهي كد بقبطي تلوين بدن يفرمها بلشوين بلشادة قران رقية دمر يحريركا حقوق ذاك الدوان لبضع أرد حيانا قوارها مني أدوها ولا بضان انت ومدبت كفائي دي سي أكمانكم لي أكمانكم رقية دمر لي دالن يرى لي دادوا وين لي نوعك سيسكو جرا مركا داد بضان كوميتي وحيقو سو قريان انتاك على سو حريرا مدد بضان بيسو نغنغوت انتاك على سو حريرا أرين باي مهيم مروغا يا حيستا قاران دادك قار كوميتي دو دو وكنحا يعني دبك حيستا مركا يشيغيان دبا يا حيستا ساس معناها نجا أنت بدن وحين نقلنا ضدك قاركو دين مالي يعني ضدك ويدياني وحان فايدة لهاي مركا صدرت يد مواجي هوري اسكو إلى لينشر هسا هات ضدك ضد عاون أباهن يعني فكر أهان أباهن أو يعني أقون أهان أباهن وحتى ترى أن نسين كرب معقول لنا عكر مرة بضد كادوين لا تلسما مرة بعد قال ولا تلني ضد أهل خيرة أهل عقل أهل فهم أهل الدين أهل كرامة يا إيه إن بدن فريمه سوقري دناعكم إنتي مركم حين لقام مرمى ويدت كاس إن أتقن عيسي وادت كتكون نشا يعني وحكتها يجا ملك سوق جريس تاجروا الله هدا ده اللي لهم وحاب ما ذا نقول له ما ذا أم هذا عليه بل أيقون يكون هذا عليا ما أدو إن هذا أم هذا عليه سوى ترى دو أم هالسنتين وأم هالسنتين يعني لما أنتين أديات بدكم ما ذا عليا أرت من هذا هيو هبل 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 أي هبل والله كمانكم وي إلهي مويانا عيدك لما قرنيسو أيوه اسقرنيا انت هالقوير كاينت التاغيرت أن قلبك يروح ذا كلا الصعودة وأنا قد عيني مركا دادك ساواح كنت هاي دادك هاد ديسي تيري لهاين دادك هاد ديسي كورمرين لهاين هرمر كاد هاي ستيد سكبر ديبا هرمر ماذا كاري لهاين مركا لقا مارما وي مركا دادك هاي نقنعنا دادك هاي نقار روحي صاحيبيهين قفك مركوسا سوالا أغس وشوابين مشغول هاي استدرتيس أرين يعد وحيالها هاي استدرتو إن قفك فكرة كلك قاتان كبير لو أما سكويني سيني دتك أما ما بقى هم بقف كان قف دتك يعني
qadarinaya waa yasaya allaan ku dhaartay maya taas ma jirto waxaan ogaaday markaan barnaamijta aan bilaabay kadib umad badanna ay ku soo xirmeen dadka caanka fariimaha loo diro sababta ayso uga jawaabin inay cududaar ku leeyeen wallahi umada iska tira badan intaas oo maasiid ay soo gaareysa ama arkay miyanka jawaabi kara min mid subhanaka ya rabbi marka mashquulka iska badan ku barnaamijta baad diyaarinaysa waxyeeladanta adiga khaas ku ahabad yacni raadinaysa ood ku mashquulsan tahay barnaamij dadka soo gudbin lahay iyaga waqti bay kaaga rabaan waqti waliba dheer duubis bay u rabaan ka hor diyaaradi bay rabaan duubis markay rabaan yacni hagaajin bay rabaan gelid bay rabaan yacni dhinacyo badan laga fiiriyay rabaan dib loo dhegaystay rabaan la saxay rabaan waxaa adigii meesha lasoo gelinayo wax yacni dhidig u kaaga baxay wey ciddii yacni garanaysaa garanaysa hase ahaatee waana ku qanacsannahay alxamdulilah maxaa yeelay yacni mas-uuliyad weyn wey muhiima aan ilaahay inoogu dhowaanayno adduunyadeennana uga faa'iidaysanayno oo bimacnaa dadkeenna karaamiyo sharaf aan ugu soo gudbinayno ka kasbanayno alxamdulilah markaan barnaamijta furfuran ee dumarka xuquuqda lagu sheegayo ee bulshada looga warramayo ee jacaylkii xiriirkiisii xuquuqdiisii tiirarka beenta marka qaarkood lagu dhiso looga warramayo aayaadka kala duwan iyo suuradaha kala duwan iyo ducooyin kala duwan soo qaadanayno howlaha noocaas bulshada ee caanka yacni ku dhex jirta ama diin ama dhaqan ha noqoto markaynu ka warramayno aynu bilownay ayaa ummaddii dhan nagu soo rogmatay alxamdulilah dad badan noo imaadeen dad badan bimacna kastaba inoo noqdeen subscribe noo dhaheen dhinaca badbaado channel adigaga hadday daawadeen haddaadan ahayna runtii waan ogahay barnaamijta soo socda iyo kuwii horey aan u soo geliyeyba in adiga ku anfacayaan oo ku quseeyaan subscribe-ka inaad shariik iyo la wadaaga halka nagula noqotahay loobi taageeradana siisid liked una sheer gelaysid inta yar ee uusan gaarin si qololka mugdiga ay uga baxaan iftiinka ay ugu soo baxaan iftiinka cilmiga iftiinka islaamka xargaha lagu xirxirtay ka soo baxaan xorriyad ay helaan rabbigooda ay aqoonsadaan adduunyadooda ay dhacsadaan yacnii adduunyada cayrsa macnaheedu ma ahan waxaa rabtid yani iska tuur ama samee maaha dunyadaada cayrsa rabbigaan ictiraaf ummadana xaqooda ilaali saas way jeedkeen naftaada baro ka hor alla baro rasuulkiisa baro xuquuqda baro xiriirka baro nolosha baro dumar waxay yihiin baro rag waxay yihiin baro kawada xun iyo kawada wanaagsan baro diintaada baro aayaadka faham dhuuxooda faham ku kalsoonow wax aan diintaasi aan laga helay ma jiraan iyo dhaqankeenna suuban marka dadkaas walaalaha waxaan rabaa halka kane hadda uga sheego ogeysiis muhiim oo degdeg ah oo muuqaalkan u duubay weliba qoor dambo socda dhexa weeye allahu musta'aan waan rabaa inaan u sheego meesha ay gala soo xiranayaan instagram adinka dartiin baana u furay ma lahayn anigu xaqiiqata walaalo badan way igu burun jireen laakiin waqti baan u helay wacadka ilaahay wallahi waqti baan u helay ma nicmayn laakiin waqti baan u helay laakiin khasab bay u noqotay hadda inaan furo sababta waxa waya baahida walaalahay baan ugu jawaabiyay ku caawinaya insha allah marka instagram baa furay weliba waxaan furay shalay oo muddo fog ma ahan waqtigan hadda aan muuqaalka duubaya shaladiisii baan furay sawirkiisi waa idin muuqda wakaas baahayn oo gaajaysan flow yacni mu haysto yacni waxaba shala la furay adinka dartiina laydin furay jawaabihiina iyo falcelinta wixiin oo dhan baa halkaa ka helaysaan halkaasaan ka wada xiriiraynaa wixii aan na ogeyn ee bulshada kusoo kordhay ku cusub halkaas ay igula soo wadaagaysaan magaca ku qor inta instagramka isticmaasha magacaas ku qor cabdalla faaruq oo aan u dhexeyn space isku dhegsan qor yacni sawirkaasaana saaran qosliyo maaqa wuxuu ku qosliyay marka wakaasaa idiin muuqda instagramkaasi ku baara flow soo dhaha insha allahu tacaala ilaahay idinkiis aynu wada xiriirno noloshaan adduunya iyo noloshaan aakhirana aan ka wada faa'iidaysano intaas haraba muuqaalkan aan kugu sheego iyo sababtaanu keenay iyo baahida jirta dadkaygu waa baahan yihiin baahi adduunye ma ka warrama yacni lacag iyo irsaaqada ma caatifaday ka baahan yihiin oo cilmigay ka baahan yihiin oo fahamkay ka baahan yihiin oo hobsiinaday ka baahan yihiin wax badan bay ka baahan yihiin xuquuqda in la ixtiraamay ka baahan yihiin akhlaaq badan bay ka baahan yihiin oo fiican oo hadday ku labisan lahaayeen dhaqankooda iyo bay-adday ku nool yihiin dalkooda saas u noqon lahay iyagoo haddana u baahan ayaa waxay ku jiraan waxay ka maarmaan oo u xun haddana marka waa istoosinaynaa insha allahu tacala adinka dartiin baan instagramka u sameeyey horey uma lahayn instagramna hadda lama sameyn laba awr sanaduu jiray ma ahaan hadda wax la keenay yacni ka shirkad ahaan marka waayahaas waa ka mashquulsana hadda laakiin markaan kumeytinayn xaggee kaala socoraan waxaas aan arkay degdeg baan u sameyey shalaan sameeyey insha allah soo falogareeya halkaasaan ka wada soconno
qisooyinkiina su-aalihiina fariimiina kala duwan halkaas ay kula wadaagi doontaan, waanan idiin soo jawaabaya sababta waxway adinka dartiin baabuu sameeyey adinka dartiin oo yani jawaabaha iyo inaad in kaga jawaabo waxaad kastoo ay soo weydiisaan baan u sameeyey. Marka waa ku khasbanaa mas-uuliyaddaasana madaxa saartay. Ila kaalmeeya insha allah. Dadka qaar haddaan gaari waayo dadku way bataana iyo cududaara. Ilaahay ha idiin cududaara dhammaantiin meel kastaad ku sugantiinba rabbiga haydan xafido. Magac kastoo leedihiin baa idinku salaamay oo idinku baryidiyay oo idinkugu duceeyay. Baraka allahu fiikum. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.